في ظل نصايح منظمات الصحة طول الوقت إن عليك أن تشرب 8 أكواب من المياه حتى تحافظ على صحتك، تخيل أن تستمع إلى هذه الإعلانات والنصائح الطبية وأنت تعيش في مكان لا تستطيع أن تشرب هذه المياه إلا إذا كانت مخلوطة مع الأسف بمياه المجاري. تخيل أن المياه اللي بتملاها من الحنفية يكون لونها واضح أنه لون الطين ورائحة الطين وربما رائحة المجاري، لكن ليس لديك بديل ولا حل آخر غير أنك تشرب منها عشان تحافظ على حياتك. هل هي بتحافظ على حياتك؟ بعد ذلك يمكن التساؤل أو الإجابة على أسئلة كثيرة تخص انتشار أمراض الفشل الكلوي والسرطان وغيرها من الأمراض. كيف ستصبح حالة أولاد صغار يشربون هذه المياه بشكل يومي بعد 20 سنة؟ من قرية كفر منصور إحدى قرى القليوبية ندق جرس الإنذار ونقول لحضراتكم لا تشرب من هذه المياه. زميلي مهاد الشرقاوي ذهب إلى هناك وملأ زجاجته ولم يستطع بالطبع أن يشرب منها، فكيف حال سكان هذا المكان؟ نشاهد. كوب من الماء النظيف يعد أحد أحلام أهالي قرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية، المحافظة التي يعاني فيها المواطنون عددا من المشكلات والتي تتسبب في إصابتهم بأمراض كثيرة. المجاري سايبة على مية الحنفية والعيشة كلها سودة زي ما انت شايف كده. احنا كل ما بنودي عينة مية مفيش رد فعل سليم، يعني بنودي العينات وبنرصوها هنا وفتحوا الأزايز ودلقوا وبيحللوها، ولكن مفيش برضو إصلاح لغاية الآن. لا عارفين نعدي ولا عارفين نمشي ماشي ولا عارفين نقضي مصالحنا، والمية ولا نشرب المية. والله يا ابني المية طين، تشم ريحتك ده زي ما يكون مجاري، نشتري مية بالجراك. كغيرها من المحافظات تعاني تدني مستوى المعيشة في هذه القرى الفقيرة وعدم توافر فرص العمل تزيد من عبء المواطن المصري، خاصة في ظل غلاء الخدمات التي يشكون من مستواها. ما فيش شغل، ما فيش دخل، هنشتغل ايه؟ الدنيا واقفة. مية الحنفية برضو بتتعبنا وبنشربها عشان ما معكش تجيب انت ازازة مية معدنية ب3 جنيه ولا 2 جنيه ونص. طب انت عندك 3 4 5 هتصرف عليهم منين وتعمل عليهم منين؟ هي قطع الكهرباء بيقطع عندنا باستمرار، والمية بتقطع باستمرار، وما بتيجي اي ماسوره هنا بتضرب في الشارع، في 3 مواسير أو 4 مواسير ضربين في الشارع. بنطلب الشركه القابضه للميه، استحاله ان حد بيجي لنا. ليست مياها للصرف الصحي، لكنها مياه يشرب منها اهالي قريه كفر منصور بمركز طوخ بمحافظه القليوبيه. السؤال الان، هل يمكن ان يشرب احد المسؤولين من هذه الزجاجه؟ مهيد الشرقاوي، قناه دريم. الحقيقة نحن ما طلبناش من أي مسؤول أنه يشرب من هذه الزجاجة، ما طلبناه كان أبسط من ذلك بكثير جدا. طلبنا من المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية رد على حالة كفر منصور التي تشبه قرى كثيرة في القليوبية تعوم على بركة من الصرف الصحي، والعادي فيها أن تختلط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي. يمكن أن نفهم طبعا فكرة تردي البنية التحتية، يمكن أن نفهم أن في أولويات، يمكن أن نفهم أن ممكن تكون في خطة موضوعة، يمكن أن نفهم الكثير من الأشياء، لكن الرد الذي تلقيناه من سيادة المهندس المحافظ كان أغرب رد يمكن تصوره. سيد المحافظ وبخ بالمعنى الحرفي للكلمة الزميل الذي اتصل به وعتبه أو وبخه، قال له هو كل واحد هيصور حاجة مفروض أنا أرد عليها؟ الحقيقة احنا معرفناش احنا ممكن نسأل مين غير حضرتك يا فندم، لكن السؤال اللي حملوا زملائي او تحملوا زملائي اللي صوروا هذا التقرير زميلي مهاد الشرقاوي من سكان قرية كفر منصور ومن العديد من القرى اللي عدى عليها املا في ان صوتهم يوصل لسيادة المحافظ، مع الاسف لم يصل اليه لانه كما ذكرت وبخ زملائي الذين اتصلوا بي، أغلق هاتفه بعد أن اتفقنا معه على التواصل، أغلق هاتفه في الوقت الحالي ولم نتمكن مرة تانية من التواصل معه بعد بداية الحلقة وإذاعة التقرير. وسؤالي يا فندم، إذا مش كل واحد صور حاجة وعرضها على حضرتك وعلى غيرك من المسؤولين، كيف يمكن أن يصل أصوات هؤلاء البسطاء؟ هم ما طلبوش من سيادتك أنك تشرب من هذه الزجاجة، لكن على الأقل طلبوا أمل أن في يوم من الأيام يتغير لون هذه الزجاجة، فهل في حد ممكن يرد عليهم؟
إلى قصة أخرى في مكان آخر في مصر. الأمل الذي يتعلق بالكثيرون في أن بكرة ممكن تبقى أفضل بكل الطرق الممكنة. أصحاب المعاشات رأوا أن هذا الأمل يمكن أن يتلخص في مرشح من وجهة نظرهم. هذا المرشح هو المشير عبد الفتاح السيسي، لذلك أعلنوا عن دعمهم له. طلب بيان صادر من أصحاب المعاشات خلال الجمعية العمومية غير العادية ليهم اللي انعقدت النهاردة في حزب التجمع بالوقوف صف واحد بجانب رجل الإنقاذ الذي سيحمي الوطن.